أنا أشد ما يزعجني وأشد شيء يغضبني ويجعلني أشعر بالألم الشديد هو أن أشعر أن بلدي تتحكم فيها قوى استعمارية خارجية، أن القرار الجزائري أصبح قرار خارجي، الجزء الأساسي منه قرار خارجي، هذا يزعجني بشدة. ولذلك دعوني أقترح شيء، وهو لأن كل هذا التحليل اللي قدمته لكم ينبغي ألا يتم الإطاحة بقيد صالح. بطبيعة الحال هو أخذ الآن احتياطات كبيرة جدا بما فيها الحفاظ أو محاولة حماية نفسه من الاغتيال أو القتل، وإن كان هذه المرة ربما قد يلجؤون إلى اغتيال بالسلاح، ربما يقتلوا بأشياء أخرى، لكن هو أخذ احتياطات كبيرة وكبيرة جدا، لكنهم يعرفون كل شيء على بعضهم، عندهم ملفات متبادلة.